أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكمة من طلب الصحابي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هبة ولده؟ على إيش؟ على هبة ولده. لأن أمه عمرة بنت رواحة هو النعمان بن بشير رضي الله عنه وهب له أبوه هبة، فقالت أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنها: لا بد أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا خيرة لهم، قال: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أي نعم، فأنقذه الله ببركة هذه الصحابية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.